مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حقيبة السفر رح نتابع فيها. هل ستستقبل سويسرا مزيدا من اللاجئين بعد صعود حزب الخضر السويسري؟ ورح نتعرف كمان على لعبة إلكترونية توثق رحلة لاجئ سوري من سويسرا إلى النمسا. حصل حزب الخضر السويسري على نسبة 13.2% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية اللي صارت الأحد الماضي. هالنسبة تعتبر إنجاز بحق الحزب وأكبر مكسب من 100 سنة بحسب وسائل إعلامية سويسرية. وهيك حزب الخضر صار رابع أكبر حزب بمجلس النواب أمام الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي. أثارت هاي المكاسب تساؤلات حول مدى تأثير نتائج هاي الانتخابات على سياسة اللجوء السويسرية، خصوصا مثل ما معروف عن حزب الخضر أنه مناصر للمهاجرين واللاجئين. فهل راح تشهد سويسرا سياسة لجوء أكثر مناصرة للمهاجرين واللاجئين قريبا؟ وكيف الأمر راح ينعكس على واقع اللاجئين الموجودين في سويسرا؟ لمناقشة الموضوع بنضم إلي السيدة صبا شويكي ناشطة سياسية من سويسرا، وأيضا السيد فرانكو عبد القادر الناشط السياسي أيضا من سويسرا. مرحبا فيكم ضيوف الكرام. أهلا سيدة صبا، لو بدأت معك، شو سبب صعود أسهم حزب الخضر بالفترة الأخيرة؟ سبب صعود أسهم حزب الخضر بالفترة الأخيرة هو الشعب بده تغيير، يعني عم بيطالبوا بتغيير الأوضاع. وبتعرف يعني بكل دول العالم وقت بصير انتخابات بيجربوا الأحزاب الموجودة، مثلا الحزب هلأ مثل هون حزب الشعب له فترة 4 سنين، ففي كتير شغلات أمور عالقة لسه ما قدروا أنهم يحلوها، فبدهم تغيير. فهم بهالشيء هذا حاولوا انه يشوفوا يجربوا حزب الخضر. شو اكثر شيء يعني معول عليه الشعب بالنسبه لحزب الخضر انه يغير فيه؟ اولا في امور عالقه بالنسبه لكبار السن، بالنسبه لهالامور هي هدول ما انتهت امورهم، وبالنسبه لصرف المبالغ مشان الامور الانسانيه كيف بدي اقول لك، يمكن اكثر شيء سيدي صبا هو موضوع ايضا البيئه اللي كان من اولى الاولويات اللي حاططها ضمن برنامجه الحزبي حزب الخضر، وايضا مناصره المهاجرين. هو البيئه بس مناصره المهاجرين ما بنقدر نحطها سبب رئيسي، لانه ما اعلن وقال بفتره الانتخابات انه هو هدفه يناصر اللاجئين، بس هو في يعني هدفه انه يناصر البيئه ويحافظ على البيئه. وبعدين العلاقات مع الاتحاد الاوروبي بده انه يدرسوها مره اخرى ويحسنوها، يعني طيب من اجل طيب سيد فرانكو، يعني بالنسبة لهذا الحزب بما أنه معروف عنه مناصرة المهاجرين واللاجئين، هل رح نشوف بالفترة المقبلة تغير بسياسة سويسرا تجاه اللاجئين؟ بداية تحية لك المشاهدين الكرام وللسيد صبا من جنيف. أهلا. حزب خضر لما يفوت على البرلمان ويكون موجود بقوة أكثر أكيد رح يكون له تأثير إيجابي على سياسة اللاجئين الموجودين بسويسرا، أو ربما القوانين كمان اللي سوف تقر، لأنه دائما سويسرا بتغير حسب الإجراءات اللي بتصير بحق اللاجئين، حسب كمان الشعب كيف بينزل له وكيف بيأثر بالبروباغاندا اللي عادة كمان أحيانا بتهاجم اللاجئين وقضايا إعطاء اللجوء إلى القادمين من الشرق الأوسط طيب أو غيره. بس شو بداية تفضل سيد فرانكو، شو سبب يعني تحديدا هذا الحزب عم يناصر المهاجرين؟ يعني مثل ما بنعرف صار بالفترة الأخيرة تخوف من موضوع المهاجرين وكثرة المهاجرين اللي يعني اجتاحت مناطق كثيرة من أوروبا، وهذا الموضوع أيضا صار يأثر على شعبية حتى يعني الناخبين.
صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح. هلأ هو هذا الحزب بالمبدأ أهم شيء عنده هو البيئة والمناخ والاحتباس الحراري وقضية التلوث اللي عم تلم العالم، هذه أولى قضايا. القضية الثانية عنده هذا شيء طبيعي بالنسبة لحزب يهتم بالطبيعة والمناخ، أنه يكون مناصر لقضايا اللاجئين. هذا الشيء طبعا من طبيعة الإنسان المحب للبيئة المحب للمناخ الجيد، أنه يكون يعني كمان من الناحية الأخرى إنساني مع القضايا اللي لازم يكون الواحد ينظر لها بطريقة إنسانية ومش من نظرة فقط مالية اقتصادية أو سياسية. سيدي صبا، تعقيبا على يعني ما كان عم يحكي فيه سيد فرانكو، شو اللي عم يطالب فيه بالضبط هذا الحزب أو طالب فيه سابقا أو المعروف عنه بما يتعلق بموضوع المهاجرين واللاجئين؟ مطالبته بإنصاف هالمهاجرين هاللاجئين اللي موجودين بسويسرا حصرا يعني، وخاصة النظر بأمرهم بعد 4 سنين من وجودهم بسويسرا، لأنه في كتير أمور في كتير ناس بسويسرا موجودين لهم 10 سنين و7 سنين ولسه ما بيّن شو وضعهم، شو ما يعني كلهم على البال يعني معلقة طلبات لجوءهم مثلا؟ أيوة ما يعني مو هدول خلص قبلانينهم بسويسرا وإلهم كل الميزات الكويسة، بس لكن ما هنن قبلانينهم بشكل رسمي بسويسرا. فهون عم بيطالب الحزب الخضر إنه بعد 4 سنين من وجودهم بسويسرا إنه هنن ينظر بأمرهم، يعني يشوف لشو السبب انه او يعني نظر بامرهم يشوفوا الموضوع، يعني انه هل هن بيستحقوا انهم يكونوا مواطنين سويسريين او لا. طيب هو عم يقول دائما انه رح يركز على موضوع البيئه مثل ما ذكرنا، هل هذا يعني انه يضمن اولا قاعده شعبيه اكبر بالمستقبل وانه يرجع بالمستقبل يعني لما يترشح للانتخابات البرلمانيه يكسب مقاعد اكثر بالبرلمان؟ والله هو هدف كل حزب انه يكون افضل واحسن يعني هلا معنا سيدي صبا واسف على المقاطعه، يعني ما ركز على موضوع المهاجرين، ما خلى دائما المهاجرين بالصورة لحتى ممكن ما يخسر أصوات ممكن يعني هذا تكهن، بس حسب المعطيات الظاهرة أنه هذا سبب جوهري يعني. فهون لا يكسب هالشعبية اللي هو كسبه، يعني أنه هون في حضرتك قلت انه فازوا ب 13%، هو بزياده 13%، فهون هن بزياده عما سبق. ايوه فهن فازوا ب 26 مقعد. طيب هذا هذا مستقبل. طيب خليني بس اتوجه للسيد فرانكو، هذا مستقبلا او هاي النسبه مستقبلا كيف راح تاثر على سياسه الدوله، او هل فعليا راح تاثر بشكل ملحوظ على سياسة الدولة خصوصا بما يتعلق بموضوع اللاجئين؟ صحيح. هلا نحن لازم نذكر انه البرلمان السويسري مؤلف من 200 عضو موجود بالبرلمان غير ال 48 مجلس الشيوخ. طبعا الحزب الاخضر بحاجه هو كمان لحلفاء داخل البرلمان لتمرير اي قانون قد يعرضه على البرلمان، هو اكيد ما راح يقدر يعني يقرر لوحده او يحاول يوقف ضد قوانين يقرروها ضد اللجوء او اللاجئين. من هالناحيه هو هلا بحاجه كمان لحلفاء مثل ما قلت داخل البرلمان، وهذا الشيء بقوي. واقرب حزب له داخل البرلمان مجلس النواب السويسري هو الحزب الليبرالي اللي هو الاسبي، بيختصروا بالاسبي، وهذا الشيء اكيد يعني شيء ايجابي كمان للاسبي، اقرب الحلفاء له، وهون هن بيصيروا ينصروا. هلا الحزب الخضر كمان بيهتم باللاجئين، ومن اهم كمان مطالبه بحق اللاجئين انه ما يرجعوهم الدوله السويسريه على بلادهم بالقوه،
يعني يرجعوهم حتى مش بس اللاجئين السياسيين، كمان اللاجئين اللي عندهم لجوء انساني. الحزب الخضر بيعارض هذه المساله دائما. طيب كيف عنده كمان يعني كمان كيف القاعده الشعبيه بالمنطقه عند حضرتك وين موجود بسويسرا بالضبط؟ باي مدينه؟ هو موجود مثل ما تفضلت السيده صبا بالمناطق اللي بتحكي اللغه الفرنسيه. نحن هون المناطق الالمانيه اللي قريبه على المانيا والنمسا وفرنسا بعد شوي، هي ما موجود منها الحزب الخضر اجمالا باعداد ضئيله جدا. هلا هو عم بيقوي حاله، وطبعا من اهم شروط ولا من اهم الاشياء اللي عم بيحارب ليعملها حزب الخضر هو اقامه قمه عالميه تشبه قمه كيوتو من القرن الماضي اللي كانت صارت باليابان من شان الاحتباس الحراري. هلا حزب الخضر كمان هذه الشغله اللي عم بيشتغل عليها، هذه كمان عم تجيب له كثير يعني مناصرين واكثر، وهذه رح تثبته كمان على الارض اكثر، رح يبين كمان بشكل اكبر وعالمي. طيب انه حزب سويسري عم بيشتغل ليعمل قمه دوليه لاجل البيئه ولاجل لاجل المناخ، تغيير المناخي، هذه كمان من اهم الشروط اللي عم يسعى لها واللي كمان عم تثبته على الارض اكثر. ولا حيقوي اكثر لحزب الخضر. طيب. انه مثل ما كانت هلا سياسته بتهتم بالمناخ وسويسرا بينظروا لهالشغله كثير بايجابيه، لانه التلفزيون السويسري بيهتم دائما وبيجيب تقارير عن تغيير المناخي، والشعب السويسري مثل ما بنعرفه محب للسلام وللطبيعه وللبيئه. طيب. وهذا الشيء بتعمل له كثير تاثير ايجابي نظرا لانه حزب الخضر. خليني بس انتقل للسيده يعني صبا. ذكرتي سيده صبا قبل قليل انه ضمن المشاكل اللي ممكن تنحل او ممكن يحلها في حال يعني تصدر اكثر او بالفتره الحاليه ممكن يساهم بحلها هذا الحزب، اللي هي ملفات اللجوء العالقه، شو ممكن ايضا مشاكل عم يواجهها اللاجئين تنحل او يساهم بحلها هذا الحزب؟ والله هي أكثر المشاكل اللي العالقة بالنسبة للاجئين هو إنه ما يصير تمييز بين بعض. يعني مثلا عائلة في أخ بياخد البرمي بي وأخ بياخد البرمي اف، أخي بيقدر يسافر لوين ما بده، يعني اللي هي نوع الإقامة. ايوه هي نوع الاقامه. فهي هالتفرقه هي هون حزب الخضر عم بيقول بعد 4 سنوات لازم ينظر بامر هالامور هي كلها. يعني الموجودين بسويسرا كلهم بعد 4 سنوات سواء، يعني ما في فرق بيناتهم طالما لهم بهالبلد فتره محدده، وسمع يعني في عندهم مثلا صفحتهم ما هي سيئه بيضة صفحتهم، فليش ما ينظر بامره؟ طيب هو بالاساس شو سبب هاي التفرقه؟ ليش يعني في بعض الاشخاص بياخذوا هاي الاقامه اللي ذكرتيها ممكن تكون افضل من الاقامه الاخرى او مستواها افضل؟ هذا الشيء مو معروف، يعني ما حدا بيعرف. هي بترجع للشخص اللي مسك الدوسيه الملف، يعني هو يعني ما في معايير مثلا بتتبعوها انه هذا الشخص مثلا لانه متعلم او مستوى التعليمي افضل من هذا الشخص لذلك بيعطوه اقامه افضل؟ لا ابدا لا ابدا، ما بالعكس، يعني ما بيهتموا بقصه لا المتعلم ولا انه اللي مستواه اعلى واللي ابدا ابدا. فكيف المعايير اللي بيتخذوها هي محيرة الناس. يعني في ناس مثلا اجوا لاجئين وتعذبوا عن طريق البحر وعن طريق وتعذبوا كثير، وبيجوا بياخذوا بيرمي اف وبتضل هالبيرمي اف كذا سنه، يعني سنوات طبعا، وإلها اثار سلبيه من ضمنها مثلا حريه التنقل ومن ضمنها امور اخرى. في امور اخرى رواتبهم تبقى اقل، يعني في ميزات وفي سيئات بالحالتين. يعني الكل كل الموجودين اللي اخذين البيرمي اف بينظروا لانه بيتمنوا انهم ياخذوا البيرمي بي،
اسوة بالآخر. تمام. طيب تفضل. تفضل، بدي بس إذا في عندك فكرة أخيرة لو بدك توضحيها، لأنه بدي أنتقل بالسؤال للسيدة فرانكو. تفضلي سيدة صباح. أيوة، بالنسبة بنتمنى حزب الخضر أنه ينفذ الشيء اللي قايله قبل ما فترة الانتخابات، والاهتمام باللاجئين وتحسين ظروفهم يعني. تمام. طيب سيد فرانكو، كيف تتوقع مستقبل هذا الحزب؟ هل أنا يعني بصراحة باتجاه أتوقع يعني زيادة القاعدة أتوقع الجماهيرية؟ المستقبل إيه على الأرجح، أكيد راح يضلوا متابع، راح يضلوا شيء طريقه هذا الحزب، نظرا لان الامور هلا تغيرت من حيث الميديا، وسائل الاعلام هلا ما بقى حصريه مثلا ومحتكرين بعض الاحزاب او بعض الممولين. هذا جزء يعني بسيط من العولمه، وهذه يمكن من حسن حظ حزب الخضر والاحزاب الطالعه اللي ما بتعتمد بالدرجه الاولى على الممولين، بتعتمد على طبيعه الانسان. يعني هذا الحزب راح يضلوا شيء طريقه، لانه مثل ما قلت شبكات التواصل الاجتماعي إلى اليوم التأثير الأكبر على كل شيء سياسي بيصير حول العالم، مثل ما عم نشوف هلأ بلبنان وبسوريا وبغيرها. فهذا الشيء إيجابي وكثير بالنسبة للحزب الخضر، وأنا بشوف أنه بالسنوات الجاية رح تكبر كمان شعبيته بسويسرا، لأنه هلأ هو كمان عم بيحارب لياخد يكون له كمان كلمة داخل المجلس الحكومي، مع انه يعني هذا الشيء مستبعد، بس هو كمان من احد اهدافه اللي حطها انه يكون كمان ممثل بالمجلس الحكومي المؤلف من سبعة الحكماء السبعة مثل ما بيسموهم، مع انه هذا الشيء مستبعد، بس هو تمام. عم بي يعني عم بيحط كل تقله ويأثر كمان على شعبيته، يحسها انه كمان تضل هي وراه منشان يعمل تأثير جدي وحقيقي، مش بس على الوراء بالمجتمع السويسري وكمان من بعض المجتمع الأوروبي. طيب بدقيقة أخيرة سيدي صبا، كيف تشوف في مستقبل هذا الحزب وتأثيره أيضا على المهاجرين مستقبلا؟ بتأمل خير بالمستقبل، لأنه رئيسة الحزب طلبت حقيبة وزارية في مجلس الوزراء، وإن شاء الله طلبها هاد يكون يلاقي صدى، وفي انتخابات بدها تصير ب 11 ديسمبر، فإن شاء الله يمشي الحال ويطلعوا لمراتب أعلى. الناشطة السياسية السيدة صبا شويكي، وأيضا الناشط السياسي السيد فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لكم. شكرا. العفو، يا أهلين.